ياو السلام عليكم، معكم مصطفى انرجي. فيديو جديد اليوم غادي نهضروا على واحد الفلوجر لي سبيسيال. من قبل في القناه ديالنا هضرنا على بزاف لي فلوجر، منهم حماده الشروق، عاد فيصل فلوج، طه ايسو، واللي كل واحد عنده ستيل ديالو ديال الخدمه. واليوم غادي نهضروا على واحد الفلوجر من مجره اخرى، انه زوز فلوج يا اصدقاء. حلقه غادي تكون عامره بزاف المعلومات، ما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخر. بيس. زوز فلوكس الاسم ديالو حمزه، تاريخ الازدياد ديالو ما معروف، ولكن 100% غادي يكون ما بين 1988 و 1994. حمزه خد البكالوريا ديالو سنه 2013 شعبه العلوم الفيزيائيه، وقرر باش يستمر في نفس الشعبه في لافاك اللي كاينه بمدينه الرباط، حيث انه استمر فقط لسنتين وانقطع عن الدراسه، وبرر الانقطاع ديالو عن الدراسه بان داكشي اللي كيقراو في لافاك ما مخرجوش وما بغاش يضيع الوقت فيه. فزوز فلوكس عنده ما يفوق 250 ألف مشترك في القناة الرسمية ديالو في اليوتيوب. بدأ اليوتيوب في سنة 2017. أجي بدا نسمعوا لواحد المقطع فيه كيحكي القصة ديالو كيفاش تبدأ اليوتيوب. ماشي متعنا ما والو، حتى تمشي تبغي تتفرج. تبدا خونا تيخرب، تنقول شوف دابا خونا هذا مسي صور هاد الفيديو وتيخربق، وبنادم تيتفرج فيه وتيعاير وكذا. وشنو ندير؟ ونقول وايلي حيد، أنا ندير الفلوكات راسي، أنا نتفرج أنا في راسي. وصافي ونقول ويلي خونا هذا داير هاد القبه هادي على هاد اللعيبات، غنجربو حتى حنا التخربيق هذا، حتى حنا نفلوغي، حتى حنا عندنا ما يتقال. وصافي واش انا بديت كندير انا غير الفلوغات، انا ما كنتش كنعرف المونطي فهمتيني. صافي وانا نطيح في اللعيبه تاع المونطاج، صافي طحت القالب تاع المونطاج وانا نتكال. قبل ما تكون عنده هاد القناة اللي خدام فيها، كانت عنده واحد القناة قبل منها اللي كان له فيها ستة الفلوجر، لكن زوز فلوج نسى على مود باس ديال هاد القناة. فقرر باش يدير قناة جديدة اللي هي عنده دابا، وكمل المسيرة ديالو، بحيث ان اول فلوج في هاد القناة هو الفلوج رقم 6. نخليكم مع بعض اللقطات منه. مرحبا والسلام عليكم، هذا بداية الفلوج، والله لا أعلم رقم الفلوغ بالضبط. نحن لازلنا مستمرين في التجربة وغادين بنجاح. سوف أفطر ببعض الحلوى، هذه الحلوى لقد وجدتها هنا، دعوني أري لكم الحلوى. هذه هي الحلوى. وفي مدة قصيرة قدر يحقق واحد الشهرة اللي كبيرة، وذلك راجع للتلقائية والتواضع ديالو، إضافة للطريقة باش كيقدم الفلوغات ديالو والتجارب العجيبة اللي كيدير. نخليكم مع بعض لقطات منه. غادي نمشي ندير واحد الفراشة فهمتيني، غادي ندير الفراشة في سوق ديال الكلب. عاوتاني سوق ديال الكلب مشيت ليه شحال هادي ما قبلوناش، والله ما قبلوني وحق الله. اللي نقول لي حد حدا شي يقول لي سير في حالات بداك طريق. انا حسن راسي راسي فهمتيني، دابا انا غير غادي نصلع فهمتيني. حتى شي فيديو واحد اخر وصح لكم كيفاش ممكن تقاد شي شيطان راسك، الى حتى تاخذ واحد لا ماشين انا هادي ها هي لا ماشين. حنا غادي نبداو ترجمة وضح. وفرتوها الأصدقاء عشان فيكم معاك، وعلى بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الأصدقاء واحد جوج ثلاثة ولا 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 صوب المعجون ما سخيت الوالدين. والله الا صدمه قويه وحق الله. اش غدير هما قالوا لي الكفره بالله. المعجون حلال، معجون حلال، معجون حلال. ايوا هذا الله راه ماشي معجون حرام. فصنعوا الروج والفودكا حلال، غنتعاطى المخدرات الاصدقاء وهو المعجون. المعجون ليتس كاو الكاوكاو اللوز التمر الشوكولاط الطحين لا باز المعجون ديالنا الكوزه دير بحال المخ ديال البشر، دونك هادي هي اللي كضرب المخ. شفت المعجون كيطالع معسل، الله يتا معسل بالله. غندخل ان شاء الله ل 2020 مبوق بسم الله.
كنحس بعينيا تيتزغلوا الاصدقاء تيتزغلوا درت غير طرف بديت كنتزغل عليا. A few moments later. خايبة الاصدقاء تقرقبوا انت بوحدك. رغم هادشي فزوز فلوغ انسان مثقف وفي الفيديوهات ديالو كيهضر على مواضيع دينيه وعلميه اللي كتكون فيها معلومات مفيده، فهو كيحاول يعطيك ديك المعلومات بطريقه كوميديه. الا لاحظتوا ان زوز فلوغ من البدايات ديالو هو كيدير فيديوهات في الدار بوحدو، ما كيكون معاه حتى واحد من العائله ديالو، وقليل فين كيكون معاه شي واحد في شي فيديو. وهذا هو السؤال اللي كيتطرح على زوز بزاف في لي كومونتير في الفيديوهات، ولكن هو دائما كيتفادى هذا السؤال. الصراحه هذه الاسئله كتبقى شخصيه، وكنصح المتابعين ديالو يتجنبوا يطرحوا عليه بحال هذه الاسئله. مهم كنتمنى زوز فلوغ مسيرة موفقة، فهو كيبقى من الناس اللي عندهم مكانة خاصة في اليوتيوب المغربي، ويستاهل يكون عنده أكبر عدد ديال المتابعين. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو، نتلاقاو في فيديو جديد. Peace.